مركز غسيل الكلية في أبو حمام التابع لمنظمة ميهاد يغطي ما يقارب 45 مريض أسبوعيا، تمام، بمعدل جلستين، وأحيانا المرضى يحتاجون إلى 3 جلسات لإجراء 3 جلسات غسيل، يعني ما يقارب 100 جلسة أسبوعيا، 400 جلسة شهريا. بالنسبة للمركز، المركز بوضعه الحالي بوجود 5 أجهزة المركز غير كافي لتغطية المنطقة كاملة. المركز بحاجة إلى توسعة أو بحاجة لافتتاح قسم آخر أو مركز آخر في منطقة أخرى بسبب عدد المرضى الكبير الموجود في المنطقة. استمرار العمل في المركز هو استمرار للحياة بالنسبة لمرضى غسيل الكلى. بنتي مريضة ولها 3 سنين تغسل، بنتي أنا، وأنا المراقبة وأنا المداريها وأنا الرايح وجاي معاها، وضعها تلاويها معاها تقصر، ما يصير لها حزرع تلاوي يا ابن، حزرع تلاوي ما يصير لها. بس هو مرتي مغسل، والله ولا لا يريد يبعد علينا بعد ما نموت، والله لو ما بيها اللي هي أنا هالمركز، والله لا نموت يا ابن اختي، نموت والله نموت. اول شيء واسطات ما عندنا، منين نريد نجيب واسطه باسبوع مرتين للمكان البعيد، يعني نغسل مرتين ويقدمون لها ادويه الموجوده، يقدمونها المهم موجوده، والله ندور لها ونشتريها يا ابني، نشتريها. ابني قتيبه مرض يغسل فشل كلوي تقريبا سنه بابو حمام، المسافة تبعد تقريبا 40 كيلو، نغسل كل أحد وأربعاء جلسة، عوزنا أوبتين هبارين، وضعنا المادة شيء، أحيانا نروح ركاب ب30 ونرجع ب30، أحيانا ما كل الأمرار السير متوفر علينا. أنا مريض صار لغسل 5 سنين، كنت أغسل بالشام وبالدير وساكن بابو حمام، أروح الشام أروح الدير، معاناة مادية ضعيفة ورتشب وراحة وجاية، والوضع يعني المادية ضعيفة حيل، الوضع مزري. والحمد لله هنا فتح قسم الغسيل بابو حمام يبعد عن بيتي شي ربع ساعة 10 دقائق، نجي نغسل ونروح، والوضع زين الحمد لله.